الراديو 90-90 هواها مصر. هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ونورنا في ضيافتنا في الاستوديو المهندس ابراهيم صابر رئيس حي مصر الجديده. منور راديو 90-90 يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، وانا سعيد بوجودي مع حضراتكم. بيشرفنا دايما وجود حضرتك. شكرا. عشان اقفل موضوع الرسائل هبدا بموضوع انتوا شغالين عليه، هو برنامج جديد هيتم تطبيقه مع المراكز التكنولوجيه لخدمه المواطنين. طبعا. ايه اللي هيحصل عشان بس ارحمك مش هكاوي اللي اقول الرسائل؟ طبعا هو في مركز تكنولوجي لخدمه المواطنين موجود في مصر الجديدة. تمام. وفي تطبيق جديد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة التخطيط بيعملوا تطبيق جديد في المركز التكنولوجي، وهدفه هو التسهيل على المواطن. وهذا التطبيق أو الربط ده هيربط ما بين المحافظة بالحي بوزارة التنمية المحلية بمجلس الوزراء، واللي بعد كده هيبقى مع المواطن، بس ممكن المواطن ما يجيش الحي خالص، يدخل عن طريق النت يقدم شكوته ويتواصل مع الحي، وده الهدف منه اننا نستخدم التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطن والتسهيل على المواطن. طيب العنصر البشري هنا هيبقى مدرب على ده اللي هيكون موجود عند حضرتك الحي؟ بالفعل عندنا، يعني هم بدأوا سيادتك هذا التطبيق في مصر الجديدة وفي المعادي. تمام. وان شاء الله ينجح هيطبق ويعمم في باقي الأماكن الأخرى، واحنا شغالين دلوقتي على هذا التطبيق. طبعا واحنا شغالين لو في اي ملاحظات بندونها وبنبلغها. تمام. وبيتم تداركها بحيث انه ان شاء الله لما هذا التطبيق ينجح بشكل نهائي هيتم تطبيقه بشكل كامل. خليني اقول لحضرتك، طب الشكاوي اللي بتيجي لحضرتك دلوقتي بتيجي عن طريق ايه؟ يعني احنا عارفين الصراحه على المستوى الشخصي من البرنامج اللي بعت لحضرتك اي حاجه بتستجيب ليها في ثانيه، ولكن المواطن العادي ما بيحب يتواصل مع الحي بيقدم الشكوى ازاي؟ احنا عندنا طبعا المركز التكنولوجي ده فورا بيتواصل مع الحي. الموظفات اللي موجودين في المركز مؤهلين على اعلى مستوى. اللي مديره المركز بتطلع بعثات بره مصر. تمام. انا شخصيا ودوني مره المانيا عشان خاطر هذا الموضوع. في موظفين كتير بيتمرنوا في وزاره التنميه، في وزاره التخطيط وفي وزاره التنميه المحليه، والسيد وزير التنميه المحليه كان عامل لنا اجتماع قريب بخصوص هذا الموضوع. تمام. والهدف كله هو التسهيل على المواطن. ففي كذا طريقه المواطن يوصل بيها للحي. اولها المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين وهذا التطبيق الجديد. تمام. تانيها في اجتماع بيتم في الحي كل يوم ثلاث للقاء المواطنين. مع حضرتك شخصيا؟ معايا انا شخصيا، وحريص جدا عليه وبعمله كل يوم ثلاث الساعه 11. ومن خلال برنامج سيادتك برضو باكد الميعاد تاني. تمام. كل يوم ثلاث الساعه 11 باكد على هذا الموعد. بيتم فيه لقاء مع المواطنين، وبقى لقاء مفتوح وبنسمع الناس وبنحاول نحل المشاكل، وبنحل فعلا مشاكل كتيرة واحنا قاعدين، لانه بيبقى موجود مدير الادارات المعنيين بالموضوع اللي عندهم مشاكل، اللي بيبقى موجود بتاع المحلات الاسكان الاشغالات. بتتلخص المشاكل يا باشمهندس في ايه؟ يعني عشان معظمها يعني اشغالات قمامة. يعني لا، هي مصر الجديدة طبعا، هو طبعا كل حي مشاكله بتختلف. طبعا مش هقول حاجة عند حضرتك تلخص في ايه. انا عندي مثلا ممكن يبقى في مشاكل بين الناس وبعض. مفيش مشاكل نظافة قوي يعني. الحمد لله الدنيا يعني معقولة إلى حد ما. معظم المشاكل بتيجي مثلا واحد بيتضرر من جاره مسافر وسايب المية عنده مفتوحة. فبتنشع عليه. مثلا يعني بيتضرر مثلا من انه في اشغال من المحل اللي جنب مثلا. يعني بيتضرر من انه الاجراء بتاعه متأخر. مقدم على طلب رخصة والرخصة الاوراق متأخرة. رخصة محل مثلا يعني. حاجات كلها من هذا القبيل وبنحاول. وانت سهلت موضوع الرخص؟ طبعا يا فندم بنسهل والله. ما هو ده الفكره الصح. نختصر، احنا بنحاول نختصر. يعني فاكر حلقه حضرتك معايا ما كنا بنتكلم على الموضوع، كنت انت بتطرح الفكره ده الصراحه. يعني لو كان مرفوض ساعتها ان كان كنا بنطرح الفكره. لا احنا بنطرح سيادتك دلوقتي. يعني انا مثلا في مقترح ان شاء الله نعرضه على سياده المحافظ. تمام. انه بدل الرخصه ما تاخد شهر بتاعه المحلات، في اجراء اننا نخليها لمده اسبوع. تمام. ما تطولش الاجراءات الطويله. قادرين على ده؟ بنحاول احنا. بنحاول ان نعمل ده. يعني بنحاول نخفف على الناس. في جهات معنيه كتير بتبقى غير الحي كمان. ما هو احنا بقى في المقترح ده يبقى المندوبين من الجهات دول موجودين عندنا. انتوا هتطبقوا الشباك الواحد اول ناس يعني؟ احنا هنعمل كده. بحيث انه يبقى في مثلا مندوب من الدفاع المدني مثلا. صحيح. موجود عندي في الحي يوم.
في الاسبوع ياخد الطلبات بتاعه المواطنين اللي تقدمت في هذا الاسبوع ويشوف انه خلصها على طول بحيث يبقى الاجراء، لانه بره بيعملوا كده. هتغلى تكلفه؟ مش هتغلى ولا حاجه، احنا ما فيش زياده لاي رسوم، رسوم زي ما هي. واصل احنا جهه خدمات، تمام، ما احناش جهه اننا عايزين ربح. احنا مش عايزين ربح، يعني انت عارف الحكومه غريبه. والله يا باشمهندس لو يبقى في ربح عشان يتصرف كمان على الحي مره تانية نتيجه العمل التجاري هيتعمل او محل تجاري، ما عنديش مشكله. احنا بقدر الامكان بنحاول سوى يبقى ربح مقنن، بس بنحاول ما يبقاش في اي اعباء على المواطن. يعني بحيث ما يمكن ده ما بيحصلش عند حاجه، بس في احياء كتير لا بيبقى في شكل من اشكال الدفع للمحل التجاري بصوره تانية. انا عايز اقننها وتبقى من صوره الرخصه والحي يستفيد منها عشان يصرف على خدماته. بنعمل محاولات والحكومه سيادتك بتعمل محاولات في هذا الاطار، تمام، ووزاره التنميه المحليه وسياده المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد وسياده المحافظ كانت تشكل لجنه بمناسبه المراكز التكنولوجيه بحيث يوحد الرسوم على مستوى الاحياء كلها، بحيث يبقى الرسوم اللي في مصر الجديده زيها اللي في معادي زي اللي في دار في النزهه زي اللي في ناصر، الرسوم كلها تبقى واحده، ما يبقاش كل جهه او كل مركز تكنولوجي او كل مكتب خدمه مواطنين شغال بمعزل عن الجهه الثانيه، بحيث الرسوم كلها تبقى رسوم التراخيص، رسوم التراخيص ولا رسوم كلها رسوم بروز ورسوم مش عارف كلها تبقى واحده، ما تبقاش يعني فيها شيء من الموالاه. هتغلوا رسوم الغلق او الانذارات او المخالفات؟ طبعا يا فندم، في قانون صدر 72 سنه 2016 بتغليظ العقوبه، وفي ناس بالفعل خدت احكام بالحبس، في ناس بالفعل خدت احكام بالحبس في موضوع تغليظ العقوبه ده، لانه العقوبه القديمه انت عارفها كانت 50 جنيه بالظبط، من سنه 52 تقريبا كانت 50، دلوقتي بقت من 5 ل 10000 جنيه وممكن وست شهور حبس وممكن الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض ولا تبقى درجات؟ ممكن القاضي يدي واحده ايهما او الاثنين مع بعض، وفي حاله العود او التكرار ممكن يدي الاثنين مع بعض. في ناس بالفعل واخد احكام دلوقتي بالحبس وبالغرامه، فالموضوع يعني في اتغير شويه. استجابات المواطنين وتحديدا المحلات التجاريه استجابات عامله ازاي؟ لا جايب نتيجه كويسه، لان الناس بدات تدفع لا بداوا يخافوا، في ناس بدات تخاف من هذا. ما هي الضربه كانت جامده الصراحه. وبعدين سيادتك المواطن برضو يعني بنسبه عندها شيء من الوعي، بقت عارفه انه لو هو خالف هيحصل كذا، هيبقى في 10000 جنيه، هيبقى في حبس. وخاصه لما يبقى الوعي عند المواطن مرتفع بيبقى مدى استجابته بتبقى. استاذنك هنروح نسمع الاذان العصر ونرجع نكمل محاك مره ثانيه.